السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه طريقة لعمل الأوبجكت. طيب احنا في عندنا أيضا طريقة أخرى لعمل الأوبجكت. على سبيل المثال إذا احنا عملنا هذا مثلا كومنت، أو ليش كومنت بقيها موجودة، هنا نجي لحظة، أنا ممكن تعمل لك document write وتعمل بهذا الشكل br، تمام، خلينا نعملها فارزة منقطة save. اوكي نجي هنا نعمل لنا object آخر. هذا الobject احنا نسميها نصنعها عن طريق الانستانس. طيب كيف راح نصنع object عن طريق الانستانس؟ على سبيل المثال جيت عملت هنا var، وهذا الفار اسمه animal او مثلا cat، تمام، قطة. اريد اعمل object القطة، اقدر اقول var cat new object، تمام. طبعا هذا لازم بيناتهم قوسين بهذا الشكل. هذه طريقة instance. اذا اجي هنا اقول مثلا الكات dot name عند اسم، يكون هذا اسمه cat، تمام. هنا نجي نقول مثلا الكات عند last name لا اكيد الكات عند شو salary age، خلينا نقول 1 سنة أولى. عدنا مثلا cat dot color مثلا يكون white بهذا الشكل، تمام. هذه طريقة instance. لما أريد أطبعها كيف راح أطبعها؟ بنفس الشكل اللي أنا عملته في السابق dot write، وأجي هنا أنا أكتب مثلا لاحظ cat dot cat dot name، لاحظ بيظهر لي، زائدا أضع بيناتهم space حتى لا يكون هناك مشكلة cat خلني جرب نضع بيناتهم br tag نا مثلا cat dot age، لاحظ نفس الشيء عفوا cat dot color، لاحظ بهذا الشكل. هنا فارزة منقطة، هنعملنا سيف، نرجع هنا ريفرش، that's it cat one white، والبي ار تاج ايضا بيشتغل معهم. طيب اذا هذه الطريقة احنا بنسميها بال instance of object. فاذا نقدر نصنع الاوبجكت للجافا سكريبت عن طريق الانستانت اوبجكت، وتلاحظ انه وقف شيء جديد اللي هو نيو كيورد، عن طريق النيو كيورد، هذا هو النيو كيورد، تمام. عندنا طريقة أخرى ممكن نصنع بها object عن طريق من؟ الكونستراكتر. طيب كيف راح نعمل عن طريق الكونستراكتر؟ لو نجي ناخذ أيضا هذا البي ار، ننزل للأسفل ونجي هنا نقول function، اسم الفانكشن هذا راح يكون animal مثلا، وهنا الباراميترز مثلا أو الفانكشن هذا راح يكون my employee الموظف. هنا الباراميتر راح يكون عندك، يحتاج الموظف الى id، الى name، الى last name، الى age، والى department مثلا القسم اللي عايد له، والى salary، يعني هذا بعد يبقى عليك انت salary، تمام، والى الراتب. طيب هنا نحن كيف راح نعمل عن طريق الكونستراكتور؟ this لاحظ dot الفانكشن هذا حتى تستطيع الوصول للID والname واللاست نيم والage والديبارتمنت راح تعملها عن طريق this، يعني هذا الID اللي تابع للفانكشن بهالشكل، انت فهمها. هذا ليش احنا نستخدم this؟ انه هذا الID وليس من مكان اخر، هذا الID، تمام. this ID اوكي راح يساوي لك الID، بعدين this age راح يساوي لك age this l name اللي هو last name راح يساوي لك l name this dept راح يساوي لك dept this dot salary راح يساوي لك السالري،
تمام بهذا الشكل. هذه طريقة الكونستركتور. طيب كيف راح نخلقها؟ ايضا عن طريق النيو كيورد. مثلا نجي نقول انه انا لما اريد استخدم الماي الفانكشن امبلوي على سبيل المثال اسميها اي ام بي يساوي نيو ماي امبلوي. لاحظ اصنعها من الكونستركتور. لكن هذا احنا نعرف انه ماي امبلوي يحتاج الى اي دي، يحتاج نيم، يحتاج لاست نيم، يحتاج ايج، يحتاج ديبارتمنت، ويحتاج سالري. لاحظت هو بيعطيك نوتيفيكيشن انه هذه الاشياء لازم تضعها. فاول شيء اضع مثلا واحد فارزة محمد، تمام. لاحظ كيف بيغمق لما اوصل لمرحلة بيغمقها. اعمل مثلا فارزة، لاحظ انتقل لللاست نيم او عمل خط. لما كمل لاست نيم راح ينتقل للايج ويعمل خط ويعملها غامق. اللاست نيم راح يكون إيسا فارزة age 33 فارزة الديبارتمنت مثلا programmer فارزة عندنا السالري مثلا ألف على سبيل المثال، تمام. بعدها فارزة منقطة. ممكن انه لا يظهر عندك هذه الحالة لما كنت امليها وكان بيظهر عندي notification، لانه انا استخدم عندي visual studio code. ممكن ما يظهر عندك، ممكن يعني إذا لم يظهر ممكن تحمل الفيديو استوديو كود وتشوفها. طيب هنا document write لمين؟ للـ EMP. هذا instance كأنما ليس لك سلوك الانستانس، تمام. فلو أجي هنا أعمل save وأعمل هنا refresh، ألاحظ أنه object in object. why؟ أوكي ليش؟ لأنه object in object، لأنه أنا ما ذكرت مثلا dot. لاحظ مفروض انه اني اختار. طبعا EMP بيظهر لك ايضا الـ Visual Studio Code، بيطلع لك ايضا القديمات اللي موجودة في الاعلى، لان لاحظ الكات الكلر هذا الاشياء ما كانت موجودة في الامبلوي، فانت لازم تنتبه، تمام. فاقدر هنا اقول مثلا EMP اللي هو Object من امبلوي بيحتوي على الـ ID، صح؟ يعني انا ممكن اعمل هذا، اعمل له Access، اصل لها عن طريق من؟ عن طريق هذا الفاريبل اللي انا صنعته EMP. فاذا جيت هنا انا عملت فارزه EMP دوت مثلا، ثاني شيء كان نيم، طبعا ممكن تعمل سالري بعدين نيم عادي انت حر. هذا مش فارز، هذا زائد، تمام. زائدا مثلا ال EMP دوت لاست ال نيم وليس لاست نيم هذا، تمام. بعدين زائد EMP دوت ايج زائد EMP dot dept زائد EMP dot salary، تمام. بس آخر شيء لا تنسى الفارزة المنقطة، تمام. نعمل now save refresh. لاحظ ظهر عندي شيء اسمه none. ليش؟ ID. so غريبة، أنا يعني واضع واحد، ليش يظهر none؟ خلينا نجي نشوف إذا this id، صح id، وهنا ال id إحنا وضعناها save for example same thing. عفوا لازم عندي هنا خطأ. this id يساوي id، هذا ال id، تمام. هنا عملنا object ل emp، نعمل بهذا الشكل حتى نشوف إذا أكو خطأ. شيء هنا salary department، تمام كله تمام، بس عندي هنا أنا this id، تمام يساوي لي id. أوكي وين الغلط شباب؟ تعرفون وين الغلط؟ غريبة غريبة غريبة. طيب هذا لو مسحناه مثلا أو عملنا له cut and save، خلينا نشوف فقط ال id. اوكي بيظهر الـ ID. طيب لما ارجعه اذا الـ ID ما بيها عيب. طيب ليش يظهر هنا نان؟ خلينا نفرقهم. يعني اذا جينا على سبيل المثال اخذنا هذا Ctrl Z بهذا الشكل save، اوكي بيظهر، بس هذا يطلع لي undefined.
يمكن بهذا السبب انه ما. لا same thing undefined. اذا جينا هنا وضعنا بهذا الشكل save يمكن الثالث يطلع undefined. اوكي نو. طيب ليش النيم نيم موجود؟ النيم النيم غير موجود. لاحظ وين النيم؟ النيم غير موجود. this dot name يساوي name. لاحظت انا عرفت انها غلط. save. اوكي اذا لما ارجع هنا كان عندي غلط. النيم كان لازم اضيفه في الفانكشن constructor. لاحظ محمد عيسى ظهر. تمام. طبعا هنا أنا ايضا ممكن تضع space وهنا ايضا ممكن تضع space وتعمل save حتى يكون space بين الاماكن. هذا الID هذا الname هذا last name هذا الage هذا department هذا salary. طيب بهالحالة ايضا ممكن تستطيع بهذا الشكل تعمله. طبعا هنا نعمل enter بيكون بهذه الطريقة. وتقدر تعمل ايضا بيناتهم br tag مثلا بين الايج والديبارتمنت ايضا ممكن تضع سبيس فحتى تفرق بين ال33 والبروجرامر. لاحظ صار بيناتهم مسافه just perfect. حلو. اذا احنا عدنا نوقف